يا السلام عليكم، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله بخير. طبعا هاي زراعه شعر مركز ايرانا، مركز ولا افضل من المراكز. وطبعا انا مقيم بالمانيا، يعني جيت من المانيا لايران على مود الزراعه، من ورا السمعه الحلوه وتعاملهم الطيب. طبعا اي شخص يريد يجي على شيء يعني عمود الزراعه، الراحه اهم شيء، والتعامل، هم عندهم التعامل الطيب هي اهم شيء عندهم اياها، والمصداقيه عندهم اياها اهم شيء. واني كان عندي هواي فراغات هنا براسي، ف الخلفيه اللي من ورا ما كفت عندي، فاخذوا لي همي من هنا عمود تصير كثافه كثيره من يعني من المقدمه، عمود تصير الشعر شوي كثيف. فانصح الجميع يجي لمركز ايرانا، اللي مصداقيه حلوه، وما شاء الله الكادر الطبي يعني كلش خلوق وكلش محترم، وين ما يروح الواحد حتى يجيبوه من الأوتيل هو موجود به للمركز، يرجع يضوه من المركز للأوتيل، يعني ماكو بيها أي عذاب ولا أي شيء. شكرا.